السلام من الله عليكم مشاهدينا الكرام، واهلا ومرحبا بكم الى حلقه جديده من زوايا الحدث نخصصها للحديث عن احتجاز ميليشيا الحوثي لسفينه البعثه الامميه في الحديده. احتجزت ميليشيا الحوثي سفينه الامم المتحده التي ترسو في ميناء الحديده وعلى متنها بعثه الامم المتحده الى اليمن. وقالت وكالة الأنباء الرسمية سبا أن الميليشيا منعت السفينة من المغادرة للمرة الثانية، حيث كان من المقرر أن تبحر إلى ميناء المخا لإيصال الضباط التابعين للفريق الحكومي. وطالب الفريق الحكومي بعثة الأمم المتحدة بإعادة الضباط منذ تعليقه العمل مع البعثة في 11 من مارس الجاري بعد استهداف الميليشيا لأحد ضباطه بطلق ناري. وحمل الفريق الحكومي بعثة الأمم المتحدة أمن وسلامة الضباط مطالبا باتخاذ إجراءات لضمان حيادية وحرية من على متن السفينة. نتوقف عند هذا الخبر لنناقشه في محورين: أسباب وآثار احتجاز الميليشيا لسفينة البعثة الأممية، وموقف الحكومة الشرعية والأمم المتحدة من احتجاز الميليشيا للسفينة. نتابع هذا التقرير ومن ثم نبدأ النقاش. لم تتوقف ميليشيا الحوثي عند حدود رفض تنفيذ اتفاق الحديدة، بل تعدته إلى احتجاز سفينة البعثة الأممية الخاصة بتنفيذ الاتفاق. فبعد عام ونيف من مماطلتها في تنفيذ بنود الاتفاق، اتهم مصدر حكومي ميليشيا الحوثي باحتجاز السفينة التي تحوي أيضا ضابطين حكوميين يعملان في مركز العمليات المشتركة. ليست المرة الأولى التي يعمد فيها الحوثيون إلى منع السفينة المتجهة إلى ميناء المخا من الوصول إلى وجهتها، فقد منعوها أكثر من مرة من المغادرة في وقت سابق. الفريق الحكومي كان قد أعلن في 11 من مارس الجاري عن تعليق أعماله مع البعثة الأممية احتجاجا على إصابة أحد ضباط الرقابة التابعين للفريق الحكومي برصاص قناص حوثي، وهو الأمر الذي دفع الميليشيا لمنع سفينة البعثة الأممية من المغادرة وفق مراقبين. وعلى الرغم من أن السفينة التي تستخدمها الأمم المتحدة كمركز عمليات لضباط الرقابة المشتركة لا تخضع لسيطرة أي طرف، إلا أن احتجاز ميليشيا الحوثي لها يعد انتهاكا خطيرا لمسار المفاوضات التي ترعاها الأمم المتحدة، وهو ما يضع أكثر من علامة استفهام حيال صمت الأمم المتحدة عن ذلك. إذن مشاهدينا نبدأ النقاش وأرحب بضيفي من محافظة مأرب الصحفي عبد الحفيظ الحطامي. سيد عبد الحفيظ مساء الخير. مساء النور أخي الكريم. أهلا بك سيد عبد الحفيظ. يعني نتحدث اليوم عن ما أقدمت عليه ميليشيا الحوثي، وهو احتجاز سفينة البعثة الأممية في ميناء الحديدة. يعني يعتبر انتهاك جديد تقوم به الميليشيا، وهذا الانتهاك هذه المرة طال البعثة الأممية. كيف تنظر إلى هذا الأمر؟ نعم أخي الكريم، طبعا الاعتداء هذا ليس هو الجديد من نوعه، سبق وأن منعت الفريق الحكومي من التوجه صوب السفينة الأممية منذ 6 أشهر، وأيضا وأن منعت الفريق الأممي بهجت جوها والضباط الارتباط من التوجه ايضا الى نفس السفينه، وبالتالي هذا التطور خطير في ملف الحديده، وتكون الميليشيات قد دقت اخر مسمار في نعش ملف الحديده التي انطلقت في ستوكهولم على اساس جانب انساني، لكن يبدو ان الميليشيات امعنت في الانتهاكات المروعه التي تمارسها داخل محافظه الحديده، في ظل للاسف الشديد صمت الامم المتحده التي تتجرع اليوم من ذات الكاس. وللاسف الشديد حتى هذه اللحظه الامم المتحده لم تصدر بيان، حتى بهيج جوها رئيس الفريق الاممي كان يفترض على الاقل كما ادان قصف الطيران لمخازن اسلحه في منطقه الصليب، كان يفترض ان يصدر بيانا يدين مثل هذه الاعمال وهذه السلوكيات. طبعا تهدف الميليشيات من هذا الاحتجاز هو عمليه ابتزاز الامم المتحده واللجان الميدانيه، وما تزيد من الضغوط على المتحده والاتجاه نحو تنازل الفريق الحكومي عن بعض ما احتواه ملف الحديده، ويبدو مستغله طبعا الميليشيات التراخي ان لم يكن التواطؤ المفضوح والمكشوف للامم المتحده ازاء ملف الحديده. نعم، لكن يعني عندما تحدثت بأنه ما يحدث من انتهاكات هي تعتبر دق لآخر المسامير على نعش اتفاق
يعني ما يدور او اتفاق ستوكهولم مؤخرا، يعني كيف يمكننا وضع هذا الوصف بالمقابل هناك الكثير من التدليل ما تقدمه الأمم المتحدة لهذه الميليشيا، وأيضا يعني بعد هذه الحادثة التي يعني لا يختلف عليها اثنان بأنها تجاوز واضح وربما قد يعني يجعل هذه الأمم المتحدة تحدد موقف واضح من الميليشيا، ولكن بالمقابل سنجد أن الأمر مختلف تماما وستعمل الأمم المتحدة كأنه لم يحدث شيء ولم يحصل شيء في هذا الجانب. نعم، خلونا نعطي مع ملف حتى المواطن هو يقصد الشواطئ ب هو بحسب سيدة ولو نعم. سيد عبد الحفيظ، يعني لو استسمحك لو تذهب قليلا لمكان آخر تكون الشبكة أفضل مما هي عليه، لا نسمعك جيدا الآن. يرجى معاودة الاتصال. نعم، إذن يبدو أن الاتصال بالصحفي عبد الحفيظ الحطامي قد سقط، سيتم معاودة الاتصال به مرة أخرى. إذن مشاهدينا كما تتابعون هناك تجاوز واضح لميليشيات الحوثي وصل إلى احتجاز سفينة البعثة الأممية في ميناء الحديدة. على هذه السفينة طاقم الأمم المتحدة مع ضباط الفريق الحكومي الذين يعني قد أعلنوا تعليق مشاركتهم في المفاوضات على متن السفينة منذ 11 من هذا الشهر، ومن ذلك تاريخ وحتى الآن لم يستطيعوا العودة إلى مدينة المخا حيث يعني مقر إقامتهم هناك. واليوم عندما قررت السفينة أن تذهب بهم إلى ميناء المخا تم احتجازها في الميناء، ولا يوجد أي موقف للأمم المتحدة حتى الآن مما يجري من تجاوزات من قبل الميليشيات الحوثية. إذن مشاهدينا ريثما يجهز ضيوفنا ويتم حل مشكلة الاتصالات سنذهب لفاصل قصير ومن ثم نعود. زهرة المدائن وطفلتها، رئة الحلم ومبتداه، حيث تكتمل قصة الأرض والبحر والإنسان، حيث الصبر، القباب والمآذن، موسيقاها المعجونة برائحة الخبز ونكهة الأرض، حيث نبض الحياة تكون تعز. الحالمة. نعم، إذن عدنا مجددا مشاهدينا وعاد إلينا من جديد الصحفي عبد الحفيظ الحطامي. سيد عبد الحفيظ هل تسمعني الآن؟ إيه نعم أسمعك واضحا. أهلا بك من جديد سيد عبد الحفيظ. يعني كنت قد استوقفتك عند نقطة وهي أنه يعني إجراء كهذا تقوم به الميليشيا بالطبع يفترض أن يحدد موقف مما يعني يدور من مفاوضات على متن هذه السفينة وأيضا من اتفاق الرياض الذي يعني مرت فترة زمنية طويلة منذ أو عفوا اتفاق ستوكهولم منذ أن تم يعني وضع هذا الاتفاق، بالتالي بالمقابل نجد أيضا تعامل بتدليل على مستوى عالي للميليشيات من قبل الأمم المتحدة، وستعود الأمر أيضا ما بعد هذا الإجراء الذي اتخذته الميليشيا وكأنه لم يحدث شيء وستعود الأمور إلى طبيعتها، يعني كيف تنظر إلى هذا التعامل؟ نعم أخي الكريم، طبعا هناك ملف أسود مع الميليشيات فيما يتعلق بالحوارات، كل الحوارات التي أجريت على منذ الحوار الوطني وحتى ملف الحديدة 1 و2 و3 و4 في الكويت في جنيف
ستوكهولم كلها تنفصل مع هذه الميليشيات، ويفترض ان العالم ان المجتمع الدولي وايضا الحكومه الشرعيه والتحالف يكون لديه مناعه في ما يتعلق بهذا الحوار مع الميليشيات. لكن للاسف الشديد ما تقوم به الميليشيات يعني والمواقف السلبيه من هذه الجهات إذا التصرفات الميليشيات يعني جعلها تستمر مثل هذا الصمت وهذا التواطؤ للمزيد من الخروقات والتمرد على القرارات الدوليه والتمرد على الاتفاقيات المبرمه معها، طبعا تطلعا وبحثا الى ما هو اقسى في التعاطي مع ملف الحديده ومع الملف القضيه اليمنيه بشكل عام، وتبحث عن اجندات اخرى وتبحث عن استحقاقات اخرى، ولانها ايضا لا تمتلك القرار الوطني لان قرارها بيد ايران، فهي بالتالي تبحث بحسب الدوافع والاجندات التي تدفعها باتجاه المزيد من التعنت. وللاسف الشديد هذا التعنت يعني يواجه بصمت وبتجاهل وبمواقف ظريفه احيانا من الامم المتحده ومواقف مخجله من قبل الامم المتحده احيانا كثيره، ما يتهمها المواطن العادي بانها متواطئه اذا كل هذه السلوكيات التي تمارسها الميليشيات تنكرا للمعاهدات والحوارات الدوليه والمحليه والاقليميه. لكن اخي الكريم في المقابل يعني صراحه الحكومه الشرعيه تتحمل تبعات ما يحدث من يعني من هذا التعنت. يفترض ان الميليشيات وفرت لها المبررات لحسم معركة الحديدة، والتي يعتبر حسم هذه المعركة هو حسم الملف اليمني، لأن المتحدة والمجتمع الدولي لا يؤمن إلا بالواقع يعني بالميدان، فلا بد أن تحدث القوات الحكومية شيئا جديدا على ساحة في ساحة الحديدة وحسم معركتها حتى تجر المجتمع الدولي وبقية الدول وحتى الأجندات الداعمة للميليشيات، وتفرض على الميليشيات بالمزيد من التنازل حتى يعني تعود الحوار إلى مساره الصحيح في إطار الملفات الدولية والقوانين الدولية وفي إطار الملف الوطني. نعم، لكن يعني لو وقفنا عند نقطة تعليق أو احتجاز الميليشيا للسفينة في ميناء الحديدة، يعني خطوة كهذه يعني ما الفائدة التي سوف تجنيها من وراء الإقدام عليها، خصوصا بأن أيضا الفريق المقابل وهو الفريق الحكومي قد أعلن تعليق المشاركة منذ 11 من هذا الشهر، يعني بالتالي ما الذي يعني تسعى إليه من خلال هذه الخطوة؟ الميليشيات من خلال خطوة كهذه سبق لها خطوات مماثلة في ملفات أخرى وحوارات أخرى، هي تريد الخروج من ملف الحديدة أولا والبحث عن مكان وزمان آخر في إطار الحوار معها، وبالتالي تستفيد من الوقت في عملية المزيد من التمترس، المزيد من التخندق، المزيد من التوسع، المزيد من قمع المواطنين، المزيد من توسيع حاضنتها في مناطق سيطرتها، لان حسم المعركه بالحديده يقضي على اخر نفس لهذه الميليشيات، وهي تبحث عن مكان وزمان اكثر يعني مساحه واسعه لكي تلعب من خلالها وتلعب فيها، وبالتالي هي ترى ان نفس ملف الحديده سيخدمها كثيرا، وستبحث الامم المتحده والمجتمع الدولي عن دوله جديده وعن مكان جديد وعن زمن جديد للتفاوض معها، وبالتالي تستفيد من هذا الوقت في عمليه التمدد والتوسع داخل مناطق سيطرتها. نعم، اذا ابقى معي سيد عبد الحفيظ، وارحب بالمحلل السياسي اليمني سيد نبيل البكيري، سينضم الينا من مدينه اسطنبول. سيد نبيل مساء الخير. مساء النور لك وضيفك الكريم. اهلا بك سيد نبيل. نتحدث اليوم عن يعني ما اقدمت عليه ميليشيا الحوثي في ميناء الحديده، وهو احتجاز للسفينه الامميه والتي على متنها الطاقم الحكومي في المفاوضات التي تجرى على متن هذه السفينه. يعني نتساءل كيف تنظر الى ما اقدمت عليه الميليشيا اليوم؟ انا باعتقادي مثل هذه الخطوات هي يعني ليست بغريبة وليست غير متوقعة من قبل ميليشيات تتعامل مع المجتمع وتتعامل مع المجتمع الدولي ومع المجتمع المحلي كرهائن لديها، وبالتالي مثل هذا التصرف هو يعكس حقيقة السلوك وحقيقة الفكر الذي تنطلق من هذه الجماعة ورؤيتها للعالم ورؤيتها لليمنيين. هي جماعة انقلابية تعيش بعقلية المختطف لمن حولها، للمجتمع،
لكل ما له علاقة بتثبيت نفوذها وتكريس حضورها بهذه الطريقة، وترسل رسائل من خلال هذه العملية إنها قادرة على أن تكون أكثر يعني عنفا وأكثر ضررا وخرابا على المجتمع وعلى الأمن والسلم الدولي. نعم، لكن يعني ما الدوافع، يعني ما المنجز الذي سيحقق من وراء إيقاف سفينة تابعة للأمم المتحدة وعلى متنها ضباط الفريق الحكومي الذين أساسا قد علقوا مشاركتهم منذ 11 من هذا الشهر؟ هي تنطلق من قاعدة استهتار بالمجتمع الدولي، واستهتار أيضا وعدم اعتبار لكل ما له علاقة بالتزام بالقانون والعلاقات الدولية وحرمة مثل هذه الأفعال أيضا. وبالتالي هي تنطلق من منظور أنه تحقيق حضور ونوع من الضغط على المجتمع الدولي حتى يتنازل أو يقدم المجتمع الدولي المزيد من التنازلات ويتواطأ أو يقدم مزيد من التواطؤ مع هذه الجماعة. وبالتالي هي تنطلق من عدم مخافة العقاب، ومن أساء يعني ومن يعني أمن العقاب أساء الأدب يعني. وبالتالي هي تنطلق من هذا المنطلق ولها سوابق كثيرة في هذا السياق. وبالتالي أنا باعتقادي لأنه ليس هناك رادع لها، هي ستمضي في مثل هذه التصرفات وستكررها في أكثر من قولة. نعم، إذن هنا فقط نقطة سيد نبيل، يعني البعض يرى أنه من البديهي يعني عندما تقوم ميليشيا بهذا بفعل كهذا هناك أيضا يكون موقف واضح وحازم من المجتمع الدولي الذي يعني كما نلاحظ منذ فترات سابقة طويلة يتعامل معها بنوع من التدليل. يعني إلى متى سيظل هذا الأمر قائم؟ المجتمع الدولي للأسف هو ساهم بشكل كبير في وصول هذه الميليشيات إلى هذه المرحلة من التطاول وإساءة الأدب في التعاطي مع المجتمع الدولي ومع المجتمع المحلي اليمني أصلا. وبالتالي هي اليوم المجتمع الدولي يحصد نتيجة هذا التدليل، لأنهم أمام عصابة منحوها مزيد من الوقت، منحوها مزيد من الدلال حتى يعني تنمرت بهذا الشكل. وهي اليوم تعتقد أو هكذا يتبنى أو سياسة هذه الجماعة، كل ما كانت يعني خشنة في تعاملاتها وتعاطيها مع المجتمع الدولي كلما قدم لها المجتمع الدولي المزيد من التنازلات. وبالتالي نحن نلاحظ هذه السياسة منذ خروجهم من دماغ في 2014 وصولا إلى اليوم. يعني كل سياساتها تجاه كل المجتمع المحلي والمجتمع الدولي، كل سياساتها تنطلق من هذه الهمجية وسوء التصرف والتقدير للعواقب التي تقود إليها. نعم، إذن ابقى معي سيد نبيل، وأرحب الآن بضيفي سينضم إلينا من باريس المحلل السياسي دكتور محمد جميح. دكتور مساء الخير. أهلا وسهلا، مساء النور. أهلا بك دكتور. نناقش اليوم ما أقدمت عليه ميليشيا الحوثي وهو احتجاز سفينة البعثة الأممية في ميناء الحديدة، وعلى متن هذه السفينة الفريق الحكومي الذي قد أعلن سابقا تعليق المشاركة في المباحثات التي تجرى على السفينة. كيف تنظر إلى هذا الفعل؟ طبعا أخي العزيز، بعد التحية لك والمشاهدين ولضيفك الكريم، الحوثيون يعني يقومون بما يمكن يسمى أو يقال عنه جس نبض للمجتمع الدولي من خلال هذه الأعمال. يعني يقومون بعمل محدثة إذا لم يلقى ردة فعل يعني قوية من المجتمع الدولي أو من الحكومة اليمنية، فإنهم يلجؤون أو يذهبون إلى ما هو أبعد من هذه الخطوة ويتخذون خطوة أخرى. الحوثيون بدأوا بعرقلة وصول المراقبين الدوليين، ثم انتهى الأمر بهم إلى إطلاق النار على بعثات الأمم المتحدة وعلى سيارات الصليب الأحمر وعلى المهندسين الفنيين الذين كانوا يريدون نزع الألغام في سبيل الوصول إلى مطاحن البحر الأحمر، وعلى خبراء التغذية الذين ذهبوا إلى تلك المطاحن ومخازنها من أجل معالجة المواد الغذائية التي تعرضت لتلف شديد بعد أن خزنت هناك لفترة طويلة. كل هذه الإجراءات الخارجة عن القوانين والأعراف يقوم بها الحوثيون دون أن يكون هناك ردة فعل. وبالتالي كل ما يفعله المجتمع الدولي ونقصد الأمم المتحدة هي مجرد إعطاء ضوء أخضر وراء ضوء أخضر للحوثيين بأن يفعلوا ما يشاءون.
نعم لك. كان للحوثيين أن يجرؤوا على احتجاز سفينة تتبع منظمة الأمم المتحدة وفيها يعني موظفون تابعون للأمم المتحدة وفيها أيضا ضباط حكوميون، لولا أنهم لسنوات حجزوا سفينة عائمة في البحر أو باخرة تحمل يعني مئات الآلاف من البراميل النفطية التي يمكن أن تنفجر وتتسرب في البحر في أي لحظة دون أن يواجهوا أي ضغط من المجتمع الدولي لإفراج أقصد الإفراج عن السفينة الصافرة عفوا التي في عرض البحر. نعم. يعني ماذا ما الذي يجبر الحوثيين أصلا على تنفيذ ما توافقوا عليه، أو ما الذي يجبرهم على أن ينصاعوا لما هو معلوم من العرف دعنا نقول بالضرورة؟ نعم، لكن دكتور يعني البعض يرى بأنه يعني طبيعة المجتمع الدولي وبالتحديد في التعامل مع الأزمة اليمنية الطرف المعرقل والذي يعني يقوم بالكثير من التجاوزات يلاقي الاهتمام الأكبر بالنسبة لهم والمداراة ونوع من التدليل في التعامل، بينما الطرف الملتزم أحيانا يعني يكون في نهاية المطاف هو الخاسر للكثير من الأمور، وهناك يعني أبرز نموذج هو الشرعية. أخي العزيز، هذا هو المجتمع الدولي أو هذه هي الأمم المتحدة، هذا حالها ليس في اليمن ولكن في أي مشكلة أو أي حرب أهلية أو غير أهلية تدخل فيها الأمم المتحدة هي دائما تحاول أن تضغط على الطرف الذي يستجيب. يعني لا ينبغي أن نفهم أن الأمم المتحدة تتآمر على الحكومة الشرعية وعلى اليمنيين، لكن هذا هو أسلوبها، وهو في الحقيقة أسلوب بالنسبة لمن ينظر للأمر من زاوية حائدة يرى أنه الأمم المتحدة بالفعل تمارس سياسة الممكن، لأنها تجد أن الاستجابة من طرف ما أو أن الضغوط على طرف ما تؤدي إلى استجابة، وبالتالي تزيد من ضغوطها على هذا الطرف بينما تخفف أو لا تفرض أي ضغط أو شرط على الطرف الآخر، وهذا شيء منطقي لأنني أنا إنما أفرض الضغوط على الطرف الذي يستجيب لضغوطي. هنا الخلل ليس في الأمم المتحدة، الخلل لدينا نحن بالجانب الشرعي الذي نعطي الأمم المتحدة كل ما تريد في حين أنه لا يوجد مقابل من الطرف الحوثي. الأمم المتحدة أخي العزيز هي ليس لديها يعني ليس لديها قوة عسكرية من أجل أن تخوض حربنا، هذه هي حرب اليمنيين. إذا أراد اليمنيون أن يحاربوا فالأمم المتحدة يعني في الأخير قد تحاول أن يعني تمنع حدوث معركة هنا أو هناك، لكن إذا وجدت إرادة عسكرية لدى القيادة العسكرية والسياسية في اليمن فإنه ممكن أن يتحركوا. لكن دكتور هو نقطة مهمة من خلال حديثك، يعني ما تقوم به الأمم المتحدة هو كما أسلفت بأنه هي هكذا الأمم المتحدة، ولكن الأمر ليس مبني على نوع من التآمر. يعني دعنا يعني لا ننسى وراء نظرية المؤامرة، الأمم المتحدة ألم تعطيك كشرعية قرارا دوليا 2216 صادرا تحت الفصل السابع الذي يقول استخدام القوة من أجل دحر الانقلاب الحوثي؟ هذه الأمم المتحدة هي الأمم المتحدة التي تتهمها الآن بالتآمر عليه. ألم تعطيك الأمم المتحدة والمجتمع الدولي أكثر من 5 سنوات من أجل استعادة الشرعية ومن أجل أن تدحر ميليشيات الانقلاب؟ هذه الأمم المتحدة التي تتهمها بالتآمر عليك. ألم الأمم المتحدة تقول بأن الحوثيين يعني تدلهم في أكثر من قرار دولي وتطالبهم بتسليم السلاح وتطالبهم واتهمتهم أيضا في القرار الأخير بأنهم يسرقون المواد الغذائية؟ أنت إذا لم تقدر هذا الجانب فمعنى ذلك أنك تريد من الأمم المتحدة أن تخوض حربة. لا، الأمم المتحدة ليست قوة عسكرية، لا. الأمم المتحدة هي قوة سياسية، وهي أيضا لن تستطيع أن توقف إذا ما كنت لديك الإرادة السياسية والعسكرية لن تستطيع أن توقفها. أنا أقول قطعتني وأنا أريد أن أقول كن مع حرب 94 أو ضد حرب 94، كن مع الرئيس السابق علي عبد الله صالح أو ضد الرئيس السابق علي عبد الله صالح، لكن للحق أنه عندما فرض الأمريكيون خطا أحمر على عدن في 94 لم ينصع لهذا الخط الأحمر ودخل. وما الذي حصل بعد ذلك؟ الذي حصل بعد أن دخلت القوات المؤيدة للوحدة في 94 إلى عدن صدر قرار دولي جديد يؤيد استقرار اليمن ووحدته وسلامة أراضيه. نعم،
إذن وضحت الفكرة. ولكن دكتور، هنا نقطة أخيرة فيما يتعلق باتفاق الحديدة، يعني ما حدث مؤخرا وهذا الإجراء الذي أو التجاوز الذي قامت به الميليشيا مؤخرا، هل سيكون لهذا الأمر تأثير على مسار تنفيذ هذا الاتفاق؟ أخي العزيز، واحدة من أهم الإشكالات الجوهرية التي ننظر نحن بها إلى الحوثيين، نحن ننظر إليهم، أو ليس نحن الذين نعرفهم، لكن المجتمع الدولي وأطراف متعددة تنظر إلى الحوثيين على أساس أنهم جماعة سياسية، وهم ليسوا جماعة سياسية، هم جماعة دينية في صبغة ميليشاوية. وبالتالي عندما تحاول أن تطبق معهم مناهج المناهج العمل السياسي التقليدية فإنك تفشل، لأنك إذا جماعة أولا هي ليست سياسية، ثانيا هي جماعة ميليشاوية. وعندما نقول أنها جماعة دينية ليست سياسية، عندما نقول أنها جماعة ميليشاوية فهي لا تؤمن بالعمل الحزبي أو المواثيق والبروتوكولات، ولا تحترم ذلك، ولا تعرف ما هي ما معنى الاتفاقات الدولية أصلا. وبالتالي أنا أتصور أن مثل هذه الجماعة ما كان ينبغي معها إلا أن تكون هناك يعني سياسة حزم. للأسف الشديد هذه السياسة لا نقول أنها لم تجدي، لكن نقول أن الحل العسكري الذي يروج الآن بأنه قد استنفذ، هذا الحل العسكري لن يسمح به. أنا لا أحمل الأمم المتحدة المسؤولية ولا أبرئ في نفس الوقت، لأن الأمم المتحدة كانت مسؤولة عن وقف معارك الحديدة، لكن أيضا الحكومة اليمنية والتحالف العربي كان مسؤولا عندما انصاع الضغوط، والحكومة كانت مسؤولة عندما انصاعت الضغوط وذهبوا إلى اتفاق ستوكهولم. أخي العزيز، المجتمع الدولي هو عفوا عبارة عن مجموعة من المصالح وعبارة عن مجموعة من اللوبيات التي تؤدي إلى مصالح محددة. إذا استجاب لهم طرف من الأطراف فإنهم يمارسون الضغوط عليه، وإذا رفض طرف آخر فإنهم لا يستطيعون أن يمارسوا الضغوط القصوى. الحكومة اليمنية للأسف الشديد هي لم تفهم هذه اللعبة، لم تفهم أنها في حال أنها صممت على أن تكون قوية وأن تكون متماسكة وأن تحتفظ بحقها الدستوري في استعادة أراضيها وفي دحر الانقلاب، لم تفهم بأن المجتمع الدولي والشرعة الدولية والقرارات الدولية والقانون اليمني والدستور اليمني والجامعة العربية كل ذلك مع الحكومة اليمنية. لكن أنا لا أتصور أن الحكومة اليمنية تركت ذلك لأنه لا أحد يدعمها. لم يتوفر دعم لحكومة يمنية ولا لرئيس يمني كالدعم الذي توفر للقيادة السياسية الحالية. أين ذهب هذا الدعم؟ دعم داخلي كان، ودعم عربي إقليمي، ودعم دولي. لماذا فرطنا في ذلك؟ ولكنهم لم يستفيدوا منه إطلاقا. ينبغي أن نراجع السياسة، ينبغي أن نراجع الاستراتيجيات الأمنية والعسكرية والسياسية والإعلامية والدبلوماسية. نعم، إذن أشكرك جزيل الشكر دكتور محمد جميح، الكاتب والمحلل السياسي، كنت معنا من العاصمة الفرنسية باريس. ومشاهدينا، نعتذر لمشكلة في الاتصالات، فقدنا الاتصال بضيفنا المحلل السياسي نبيل البكيري، وأيضا فقد الاتصال من مارب مع الصحفي عبد الحفيظ الحطامي، ونكتفي بهذا القدر. مشاهدينا، أشكركم على حسن المتابعة، وفي الختام تقبلوا تحياتي وتحيات منتج هذه الحلقة زميل عبد الرقيب الأبارة، وهي أيضا جميع أفراد طاقم العمل. حتى الملتقى، في أمان الله.